قمة رابية كاشفة على منطقة الكورة الخضراء مشكلة موقعاً ساحراً. تبتسم لك في بلدة شناطة البترونية كنيسة قديمة مجددة للعذراء سيدة الراس. البناء قديم وهو الجزء الغربي من الكنيسة وهو عقد قصبة. جعلت قبة الجرس على الزاوية الشرقية الشمالية منه. الحائط الغربي باب يحمل نقشاً لصليب يوناني متساوي الأذرع ضمن دائرة. أقيم فوقه برج صغير وضع في أعلاه تمثال للعذراء. أما القسم المزاد فبني بالحجارة خارجاً وبالإسمنت داخلاً، واقتصرت الحنية على شكل مثلث دف بالخشب وراء طاولة المذبح، وعلقت في وسطه لوحة للسيدة العذراء الحبل بها بلا دنس. أما المقاعد فهي بسيطة جداً تعبر عن تواطؤ أبنائها. لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء يحيي أهالي شناطة مهرجاناً في ساحة الكنيسة بحضور حشد كبير من المؤمنين الذين يتوافدون من مختلف المناطق للتبرك من العذراء مريم سيدة الراس.